في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، انطلقت فعاليات القافلة الطبية بالوحدة الصحية بقرية النصر التابعة لإدارة سفاجة الصحية. ووقعت القافلة الكشف الطبي وصرف العلاج ل 89 حالة بمختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء 31 فحصا معمليا و 12 أشعة والسونار، بالإضافة لإجراء 22 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. المبادرة الرئاسية هدفها تقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة لجميع أهالي وسكان المدن والقرى بالمحافظة. بنقدم لهم خدمات مثل الكشف، زي اللي عندنا في كل الدكاترة من جميع التخصصات، بطنة، جراحة، القلب، العظام، المسالك، النساء وتنظيم الأسرة. بنقدم لهم كمان جميع الفحوصات كالأشعة والتحاليل بجميع أنواعها، وبعد ده كده بيصرف المريض العلاج بعد ما يكون تم تشخيصه على افضل مستوى. جميع الخدمات اللي بنقدمها هنا بنقدمها بالمجان، من غير ما يتكلف اي مريض اي حاجه. بنقدم خدمات مجانيه لكل مترددين على الوحده النهارده. بنقدم لهم وظائف كلى ووظائف كبد، بنقدم ارض كوليسترول وترايجلسرايد. كل الخدمات اللي هنا مقدمه هنا تحت قياده مبادره حياه كريمه، وكل الخدمات هنا النهارده مقدمه بالمجان.